بلا شك انتخابات المحليات تعد فرصة قوية لإفراز أجيال جديدة تمارس العمل العام لخدمة المواطنين، كما أن إعادة تخطيط منظومة المحليات من جديد على أسس من الشفافية والنزاهة هو أمر سيعطي كافة الكوادر من الشباب والمرأة مساحة واسعة من الاشتباك مع العمل العام. تعد المحليات القاعدة الأساسية للسياسة على المستوى الشعبي وتحديدا على مستوى القرية والمركز والمدينة، أي موجودة في جميع أنحاء مصر، ذلك بالإضافة إلى أن العاملين بالمحليات هم الممثلون الحقيقيون لصوت المواطن ومشكلاته، وإفراز حقيقي لنواب قادرين على التعامل مع متطلبات الشعب بشكل حقيقي. انتخابات المحليات المقبلة من شأنها توسيع قاعدة إشراك الشباب والمرأة في العمل العام والتنفيذي، وخصوصا في ظل التوجه الحالي للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي سياق هذا العرض التالي سنلقي نظرة على أهمية انتخابات المحليات. تمثل انتخابات المحليات فرصة لضخ دماء جديدة في العمل المحلي، كما تمثل فرصة لإفراز أجيال جديدة تمارس العمل السياسي أيضا، كما تعطي مساحة من الاشتباك مع العمل العام. من شأن أيضا انتخابات المحليات أن توسع قاعدة إشراك الشباب والمرأة في العمل العام، وستكون المحليات ساحة مهمة للتنافس بين الأحزاب، وتشجع الأحزاب على زيادة تواصلهم في الشارع مع الجمهور، كما تساعد على توصيل رؤية الأحزاب وبرامجها للمواطنين.